بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد انتهينا في الحلقه السابقه الى اثبات فساد الراي الذي يطالب بتوزيع مسؤوليه القوامه بين الزوج والزوجه توزيعا متساويا واستدللنا على ذلك بأن التاريخ وواقع الناس لم يرى ولن يرى اجتماعاً أو شراكة يديرها اثنان لكل منهما اختصاص الآخر كما أثبتنا بطلان الرأي الذي يذهب إلى أن الزوجة أحق وأجدر بالقوامة على الأسرة من الزوج وفي هذه الحلقة نحاول إلقاء الضوء على الاحتمال الثالث والأخير وهو احقيه الزوج بالقوامة وما هي مبررات هذه الاحقيه حسب ما جاء في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ونقول ان اول ما يتبادر من الايه الكريمه هو تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء بعامة، وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة زوجة وأولادا، إلا أنه لا يفهم من آية القوامة هذه لا من قريب ولا من بعيد أنها قوامة مطلقة على الزوجة لا حدود لها، وإنما الذي يفهم هو أنها قوامة محدودة بنطاق اداره امور الاسره وما تحتاجه من رعايه وحمايه فهي ان صح التمثيل قوامه اداره وتسيير اعمال وليست قوامه رئاسه وسيطره بل قوامه شورى وشراكه وتوزيع ادوار وتبادل حقوق وواجبات والمتامل في الايه الكريمه يتضح له ان هذه الايه عللت اختصاص الرجال بالقوامه دون النساء بسببين الاول بسبب الفروق بين الرجال والنساء في القدرات والتي ترشح الزوج للفوز بهذا المنصب ليس لانه افضل من زوجته جنسا او نوعا او دينا او خلقا او منزله عند الله او قدرا عند الناس ولكن لاصلحيته لاعباء هذه القياده والامر الثاني بسبب ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وانفاق عليها وعلى ابنائها وواجبات ماليه اخرى تستحقها الزوجه شرعا حال حياته وبعد وفاته على ما هو مفصل في كتب التشريع واذا فان الايه الكريمه تقرر في وضوح لا لبس فيه ان القوامه اليق بالرجل لسببين محددين التفاضل في الطاقات والقدرات والانفاق الذي يختص به الزوج فيما اذا كانت القوامه قوامه على الاسره وهذا هو معنى قوله تعالى في الامر الاول بما فضل الله بعضهم على بعض وقوله في السبب الثاني وبما انفقوا من اموالهم وبعباره اخرى القوامه في السياق القراني هي استحقاق للرجل في مقابل امرين مجتمعين معا هما تاهله للاداره في دائره الاسره حصرا والتزامه بالانفاق على زوجته من ماله واعفاؤها من تكاليفها وهنا نلفت النظر في هذا الموضوع الى ان القوامه اذا كانت قوامه محدوده بنطاق شؤون الاسره فانها ايضا ليست حقا مطلقا للزوج بل هي حق في مقابل واجب هو الانفاق على الزوجه وعلى اولادها بنين وبنات وان واجب الانفاق هذا ليس امرا متروكا للزوج ان شاء التزمه وان شاء اعفى نفسه منه بل هو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب حسب ما اشارت اليه الايه الكريمه السابقه وبما انفقوا من اموالهم ويفهم من ذلك اننا امام حق هو القوامه على الزوجه والاولاد يقابله واجب هو انفاق الزوج عليهم ولسنا امام قوامه مستحقه للزوج استحقاقا مطلقا او استحقاقا ذاتيا لا يقابله واجب ولو ان حق القوامه ثبت للزوج لافضليه منزلته على الزوجه من جانب ودونيه زوجته على الجانب الاخر لما كان هناك اي معنى لورود الانفاق في الايه الكريمه كسبب مبرر لاختصاص الزوج بالقوامة، والدليل على أن استحقاق الزوج للقوامة هو نظير واجب الإنفاق أنه لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط من فورها فيما يذهب إليه كثير من الفقهاء، وللقاضي حينئذ أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين لا ثالث لهما، إما الإنفاق أو الطلاق. وأن يطلق عليه زوجته إذا استمر في الامتناع من الإنفاق عليها. وإذا فليس صحيحا أن أفضلية القوامة هي أفضلية تشريف، بل الصحيح أنها أفضلية اختيار للأنسب، والأكثر احتمالا لمشاق الأسرة وصبرا على تكاليفها. ولك أيها المشاهد الكريم، أن تتأمل هذا الفرق بين القوامة التي هي إدارة عامة، وبين الأفضلية التي قد تتداخل معها بمعنى علو المنزلة ورفعة الشأن، لك أن تتأمل هذا الفرق بين القوامة التي هي إدارة عامة، وبين الأفضلية التي قد تتداخل معها بمعنى علو المنزلة ورفعة الشأن، لك ان تتامل هذا الفرق في خطبه الخليفه الاول ابي بكر الصديق رضي الله عنه حين ولى امر المسلمين وصارت اليه قوامتهم وولايه امرهم فقد صدرها بقوله ايها الناس اني وليت عليكم ولست بخيركم ففي هذه الجمله فصل تام بين الولايه التي استحقها ابو بكر الصديق رضي الله عنه لنفسه بسبب الانتخاب وبين الافضليه او الخيريه التي ينفيها عن نفسه والتي قد يظن انه استحق الخلافه بسببها وان الولايه ومنها القوامه لا تستلزم الافضليه بمعنى الخيريه وفي هذا السياق يجب ان نفهم قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وان الافضليه هي الاصلحيه لتولي مسؤوليه الاسره وليس التميز على الزوجه او الاستعلاء عليها ومما يؤسف له اشد الاسف واعمقه ان كثيرين فهموا من ايه القوامه اباحه التسلط على الزوجه وسلب ارادتها ومصادره حق التعبير عن رايها وانها لا كلمه لها امام كلمه زوجها وانه لا حرج من أن يقوم أمر الأسرة على أسلوب الأوامر والنواهي والاستبداد من جانب الزوج والطاعة التي تقرب من طاعة العبيد من جانب الزوجة والقوامة بهذا التفسير اللا إنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته وفهمها في هذا الإطار يمثل نشازا بل خروجا صريحا على منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة زوجة كانت أو غير زوجة وتصون إنسانيتها وتحفظ حقوقها على أن الكتاب الإلهي الذي قنن حياة الأسرة في إطار العدل المشوب بالمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والنهي الصريح عن الضرر والمضارة هذا الكتاب يستحيل أن تأتي فيه آية تكر بالنقد والهدم على كل هذه الثوابت والأصول الخلقية والإنسانية في بناء العلاقات الأسرية لتقول بعد ذلك إن علاقة الأسرة هي علاقة تسلط وتسخير وطاعة وأن هذا هو معنى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته